اما هلا سلمى بننتقل لمحطتنا التاليه. كلياتنا عم نذكر وعلى تغطيه مستمره على شاشه الاخباريه منذ وقوع الكارثه الانسانيه بست شباط الى اليوم. شفنا فزعه كثير كبيره من الاهالي والشباب بجميع المحافظات من جمعيات خيريه كانت موجوده على الارض متطوعين بكبروا القلب. يمكن بيقدروا شوي هي الفزعه وهي اللمه وهي المحبه تخفف الم المصابه الكبير. كثير من الجمعيات كانت فاعله يمكن من أول لحظة صحيح. من وقوع الكارثة الإنسانية إلى اليوم. صحيح نور، هي بنقول عنا الهبة السورية اللي كانت يعني من دون ما حدا يطلب، من دون ما حدا ينادي، كانوا السوريين كلياتهم ايد واحدة بكل المحافظات. فينا نقول وجع اي محافظة كانت عم تسمعه المحافظة الثانية كأنه هو بيتهم نفسه اللي تضرر. هذا الشعور اللي كنا حاسين فيه نحن لليوم، عم نطلع كل يوم ونحكي ونحن لساتنا جواتنا وجع وألم تبع اول يوم. بنحس انه لسه بدنا نقدم كثير، لسه بدنا نحكي كثير، لسه بدنا نقول للناس كثير قديش في خير موجود ببلدنا. طبعا روح الجماعه وشغف المتطوعين جمع المبادرين والمتطوعين ضمن الجمعيه الشبابيه السوريه للتنميه اللي تواجدت باغلب المحافظات المنكوبه، حاولت تقدم لهم الدعم المعنوي وايضا الدعم المادي. رح نتعرف اكثر على تفاصيل المبادره مع ضيفنا بالاستوديو الاستاذ محمود الخالد رئيس الجمعيه الشبابيه السوريه التنمية. سعد اوقاتك ويعطيك العافيه. صباح الخير، يسعد صباحكم. صباح الخير. بالبدايه خلينا نحكي عن الجمعيه الشبابيه السوريه للتنميه، نعرف الناس عنا شوي قبل ما نفوت بتفاصيل النشاطات والفعاليات اللي كنتم متواجدين مثل ما قلنا على الارض منذ وقوع الكارثه. الجمعيه الشبابيه السوريه للتنميه هي جمعيه مرخصه ومشهره بقرار وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل رقم 1163 تاريخ 21/7/2014، نطاق عملها جميع انحاء الجمهوريه العربيه السوريه. من اسمها اسم الجمعيه الشبابيه السوريه للتنميه، تعنى بملفات عديده منها دعم الشباب، دعم المراه، التعليم والثقافه، اضافه الى ذلك الجانب الصحي. الجمعية الشبابية السورية لها تواجد ومقرها بريف دمشق بمنطقة صحنايا، في مركز المعالجة الفيزيائية، في عنا بريف دمشق كذلك الأمر بمنطقة حران العواميد، في عنا كذلك الأمر تواجد لفرقنا الشبابية بشكل حاضر اليوم بمحافظة اللاذقية ومحافظة طرطوس. إضافة إلى ذلك في عنا مشروع جديد إن شاء الله إذا أراد رح يكون في مركز طبي بمحافظة دير الزور. الجمعية الشبابية السورية للتنمية من بداية الأزمة والزلزال اتخذت موقف سريع، خلينا نسميه طبعا مثلنا مثل غيرنا من الجمعيات، ما بدنا نقول انه نحن كنا لحالنا، لانه اكيد كل الشكر متوجه لكل الجمعيات اللي فعلا هي كانت مثل ما تفضلتي هي فزعة سريعة كثير، وهذا ما نو غريب عن 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 عن, عن, عن الشعب السوري. مباشرة من أول يوم من الزلزال نحن قررنا قرار سريع بمباشرة تجهيز استجابة وسريعة طارئة ل ما بيسموها تقديم الخدمات لأهالي المتضررين من الزلزال. أستاذ محمود، يعني شفنا عدد كبير من الجمعيات كلهم اتجهوا بالبداية للجانب الإغاثي، يعني صحيح. أنه صار في عدد كبير من أهالينا بالشارع مثل ما بيقولوا، فكان الهم الأول كيف نأمن لهم مأكل مشرب مكان يقعدوا فيه، ونتواصل مع كل طبعا أهليهم اللي كان عم يقدر يلاقي أهلي واللي ما قدر طبعا خسرهم الله يرحمهم. فأنتوا بلشتوا بنفس هذا الجزء اللي هو الجزء الإغاثي، استمريتوا ولا خلينا نقول هلأ بلش العمل يتضح معكم لجوانب أخرى أنتوا بحاجة تدعموا فيها الناس المتضررين بالمحافظات؟ الاستجابة السريعة هي بسموها استجابة طارئة. اليوم لازم تكون هي، يعني نحن لما بلشنا كانت مثل ما تفضلتي بالاحتياجات الأساسية. صحيح. اليوم أنت بحاجة الغذاء، الأمان، المأوى. تمام، وهذا هو لازم يكون ببداية الاستجابة. نحن حاولنا ببداية الاستجابة أنه نحن نأمن مباشرة الفرشات، البطانيات، واللباس الشتوي، لأنه العالم لما طلعت من بيوتها طلعت من بيوتها ما معها شيء. صحيح. نهائياً. صحيح. فنحن هو الاستجابة، وهذا ما كان نهجنا، هذا نهج تشاركي كان ومنظم، انه نحن اول شيء لازم نأمنه هو الفرشات، البطانيات، واللباس والغذاء. بعدين بتنتقل بقى، يعني هو بسموه حتى هذا هرم، اسمه هرم تدخلات يعني.
بعد ما نحن فعلا صار في خلينا نقول بلشت تجينا التقارير من مناطق المنكوبه، صار يجينا تقارير انه نحن لا صار في صار حاله من الاستقرار من ناحيه الالبسه، في استقرار من ناحيه البطانيات، في استقرار من ناحيه التفاصيل. صرنا ننتقل للمرحله الثانيه اللي هو مرحله تامين المستلزمات الضروريه، واللي هي صار فيها نقص حاد اللي هي الادويه وحليب الاطفال والحفاضات والتفاصيل الصغيره اللي هي ممكن ما كنا نحن منتبهين لها باول استجابه، اللي هي المنظفات، اللي هي الشامبو، صابون الغسيل، في كثير تفاصيل هاي انتقلنا فيها نحن، كانت الاستجابه للمرحله الثانيه. هلا بقول انه نحن بعد مرور يعني بعد مرور 15 او خلينا نقول 25 يوم من 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 الزلزال، صار حقيقي صار دور التدخل اللي هو بتقديم بقى جلسات الدعم النفسي، جلسات يعني مثل ما بسموها نحن اداره الحاله للاهالي، لانه اليوم هن عن جد تعرضوا ل مرض نفسي كثير كبير اللي فقد، لأن لسه في ناس مفقودين، لسه في ناس ماتت الله يرحمهم، في ناس جرحى، في ناس فقدت أطراف، في ناس كثير. يعني اليوم أنت صار ننتقل من خطة الاستجابة الطارئة لخطة الاستجابة المنظمة، اللي فقد بيته هذا ما راح يرجع له بكرة، هاي اليوم محتمل هاي 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 يعني هاي الأزمة أو هاي الكارثة تستمر لسنة وسنتين وثلاثة لا يقدر يرجع على بيته. صحيح. لا يقدر يأمن مأوى جديد، فهي الحالة هي بحد ذاتها هي رح تعمل رد نفسي كثير كبير. خليني أبدأ من النقطة اللي حكيتها، كنا عم نحكي عن استجابة طارئة، كنتوا متواجدين على الأرض منذ بداية الحدث، هلا عم نحكي عن استجابة فينا نقول منظمة مستدامة. صحيح. وهذا الوضع الحالي، يعني نحن عم نحكي من بداية الحدث كنا عم نحكي عن مساعدات، إعانات، مساعدات إغاثية، اليوم الناس بدها تحاول تكمل حياتها، يعني أكيد. في كثير من الناس بدها تأمين مسكن، بدها ترجع لشغلها، لأنه بالأخير بدهم يحاولوا يكملوا حياتهم. هاي النقطة اللي بدي أحكي عنها، يعني أنتم كنتوا متواجدين على الأرض، الناس اللي عم توصلوا لها كيف عم يتم التشبيك؟ يعني أول شيء شفنا فزعة موجودة على الأرض كل الناس، هلا أهمية التشبيك تنظيم في نوصل لأكبر عدد من الناس نقدر نساعدهم، هلا تأمين المسكن هو الأساس، استمرار العمل، في كثير من الناس خسرت شغلها يجب تأمين العمل لإلهم، ومثل ما قلت يمكن أهم شيء كمان نركز عليه الدعم النفسي ليقدروا يتخطوا هي المرحلة. فخلينا نحكي عن هي النقطة اليوم كثير مهمة. نقطة التشبيك اليوم نحن أثبتنا فيها عن جد، نحن كمان يعني نحن كجمعية وجميع الجمعيات اليوم كان في تشبيك كثير حقيقي وقوي على الأرض، لأنه جزء كثير كبير من الجمعيات والفرق التطوعية اللي اشتغلت وقدمت. رح نبدأ من نفسنا، نحن كجمعية شبابية سورية للتنمية احتضننا 5 فرق تطوعية، هن ما لهم مرخصين على الأرض، ولكن هن قدموا بطلباتهم لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حطتهم يعني تحت مظلتنا. أنا أكيد بدي أتوجه لهم بالشكر، إن كان فريق لمة وفا، ولا إن كان فريق كن مبتسما، ولا فريق مارت، ولا فريق كن إنسانا، ولا فريق آن الأوان، تمام، هن يعطيهم ألف عافية. كمان كذلك الأمر ساهموا ونظموا، نحن كانوا هن تحت مظلتنا، نحن اللي عم نوجه لهم الأمور القانونية. بحلب كان في دور حقيقي وواضح كثير كبير للأمان السوري للتنمية، للهلال الأحمر العربي السوري، إضافة للجان الإغاثة الفرعية اللي كانت هي عم تتلقى هاي التبرعات وتوزعها على مراكز الإيواء اللي هي أنشأتها. اليوم كان في دور حقيقي ومنظم لهذا التشبيك، لانه اليوم انا ما لي تواجد مثلا بحلب، انا اليوم على سبيل المثال ما لي تواجد بحلب، ولكن انا بدي اقدم هاي المساعدات بالسرعه القصوى، لانه في ناس عم تنام بالشارع. فنحن كان دغري عم يتم التواصل مع الامانه السوريه للتنميه، كان جزء كثير كبير، يعني نحن في عندنا مثلا بعض الحافلات اللي تم ارسالها الى حلب تم وضعها بمستودعات الامانه السوريه للتنميه، الحافله اللي قبلها تم وضع مستودعاتها يعني تم وضعها بمستودعات التربل اس دي اللي هي الجمعيه السوريه للتنميه الاجتماعيه. الهلال الاحمر كذلك الامر تلقى معونات، وانه يعني كان في عندنا اللي زودنا بالخريطه هن التربل اس دي، فانه اليوم كان في حاله من التشبيك على مستوى عالي جدا. مهم التشبيك اليوم صار ما يصير فوضى، يعني تماماً. تقدروا توصلوا لكل الناس المحتاجه، هن على الارض، هن اعلم اليوم، انت عارفان بالنسبه لك، انا اليوم نازل ما بعرف، لا بعرف شو في مراكز ايواء، لا بعرف شو نسبه احتياج، لا بعرف عدد الاشخاص، عدد الاطفال الموجودين بهذا المركز، هن اليوم في لهم تواجد على الارض، هو قادر يزودني بخريطه عمل اني انا اتجه لاروح لهذا المركز بحاجه حليب اطفال، روح لهذا المركز ما توزع له شيء، روح لهذا المركز. يعني هاي الحاله التشبيك هي حاله كثير صحيه، كذلك الامر فعلا كانت يعني هي حاله صحيه. انا بقول انه
ما عم أقول إنه ما في أخطاء صارت أكيد، ولكن كمان نحن باستجابة طارئة متوقع صحيح. جدا يكون في أخطاء طبعا. وبنفس الوقت نحن بحادثة غريبة من نوعها، نحن بالنسبة لنا في سوريا ما يعني من عام 1700 ما اجانا زلزال ما بنعرف عنه، فنحن هاي الحادثة هي حادثة كتير جديدة، لانا معودين على زلازل تانية نقول نحن استجاباتنا تكون طارئة ومنظمة، ما انا معودين على هذا النوع من الكوارث. كمان انا ما بدي ابرر كل شيء بصراحة، يعني ما بدنا دائما نحط اللوم. طيب هون بدنا ندخل على موضوع التهيئة او الفريق، كيف ممكن تهيئوه لحتى يقوم بهي المهام؟ مثل ما قلنا نحن شبابنا المتطوعين متعودين على نوع آخر من الاستجابة، إن كان بجمعية بجمعيتكم أو حتى بالجمعيات الثانية، يمكن شوي تدخلوا بالموضوع الاجتماعي والصحي بكورونا، ولكن بعدها رجع كل حدا لاختصاصه يشتغل. اليوم كيف كان في تطويع الشباب لحتى يدخلوا، خصوصا نحن عم نتعامل مع ناجين؟ صحيح. المعاملة مع الناجين تختلف عن المعاملة مع الشخص العادي. في ناس كتير سمعنا عن قصص هي بحاجة، ولكن مثل ما بيقولوا عزة نفسها بتمنع أنه هي صحيح. تروح تسجل اسمها أو حتى تقول شو المشكلة اللي صايرة عندها، وهي كمان أرقام كانت صعب الوصول إلى حتى الآن. يعني بالتعامل مع الحالات هي اولا، كمان بدنا ما ننسى انه نحن اليوم الشباب المتطوع معنا ومع كثير من الجمعيات، هو هي الخبره بالنسبه لنا ما انا جديده، لانه بالنسبه لنا نحن صارنا بحرب 12 سنه، جزء كثير كبير من الشباب قدموا استجاباتهم، ان كانت باستجابه الغوطه عند التحرير، باستجابات المناطق، ان كانت بالمحافظات اللي تعرضت لقصف العصابات المسلحه. فاليوم خلينا نقول في خبره موجوده عند الشباب، هن معودين على الاستجابات الطارئه. هلا الاستجابات اللي مثل هذا النوع انا بدي اقول لك هي فعلا هي استجابه جديده، ولكن اليوم المعلومه، اليوم نحن قادرين بسرعه كثير نحن نتعامل مع المعلومه موجوده، كيف نحن نتعامل مع هذا النوع من الكوارث، ولكن بنفس الوقت انا بقدر اقول لك انه نتعامل معها شيء، واني انا اقدر اني اتدخل فيها شيء ثاني. نحن اليوم كفرق نحن ما بقدر اتدخل باداره انقاذ، لانه انت اليوم محتمل اذا يعني اليوم من الفزعة ممكن تلاقي ناس قاعدة عم تشيل أو عم تهد أو عم تكسر، هذا الشيء ممكن يضر ما يفيد. لأن احنا اليوم تدخلنا هو كان تدخل تقني بحت، نحن بنقدم استجابة طارئة، نحن بنوزع سلال، نحن بنقدم دعم نفسي ضمن هاي الخدمات اللي تقدم للأشخاص الناجين أو المتعرضين لرد نفسي من خلال هاي الكارثة يعني. طيب خلينا نحكي عن الشق النفسي، بما أنه حكيت عن الدعم النفسي، كيف عم يتم تقديمه اليوم ضمن الجمعية؟ كيف عم تقدروا توصلوا للناس؟ وقديش مهم الدعم النفسي؟ يعني كلياتنا تعرضنا لصدمة كتير كبيرة، بس اللي كان بالحدث واللي خسر واللي كان بقلب الوجع هو من أكثر الناس. في ناس خسرت عوائل بالكامل، في بيكون ناجي واحد، هون الألم كتير كبير، ويمكن الصدمة النفسية أو الشدة النفسية ما بتظهر بنفس اللحظة، بدها وقت لحتى تظهر شوي شوي، وبدها وقت بتستمر مع الشخص. فالدعم النفسي كيف عم يتم تقديمه مع مختصين؟ واهم شيء الاستدامة، يعني مش انا بكون موجود بهي الظرف لمده شهر شهرين وخلص، لا، هو الاستمرار اهم شيء. انا بدي اقول لك تماما، اليوم موضوع الدعم النفسي الاجتماعي هو ملف، هو 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 عنوان كثير كبير. يبدا بالاسعاف النفسي الاولي، اللي هو يعني ما بعد الصدمه. صحيح. يقدم ما بعد الصدمه بشكل مباشر. خلينا نحن اليوم اذا بدنا نحكي عن المرحله، فنحن اليوم بمرحله الاسعاف النفسي الاولي. صحيح. اللي هو يقدم بعد الصدمه مباشره، وهذا لسه بده ياخذ وقت، لانه انت في عندك عائلات كثير يعني فعلا مصدومه باللي صار، اللي فقد يعني الان ما عم نصدق نحن انه حدث فعليا بلحظه فقد بيته او فقد عائلته او فقد ناس من عائلته، هي صدمه حقيقيه اليوم. فاكيد اللي بده يقدم الخدمه اليوم، نحن بالنسبه لنا مقدمين الخدمه هن يعني لازم يكون هن متخصصين حسب نوع التقديم، ان كانت جلسات مجرد جلسات فهي راح تكون من تقديم ميسرين لانشطه، واذا كانت جلسات اداره الحاله او اذا كانت جلسات فرديه، فانت بحاجه لاخصائيين نفسيين او مدراء حاله، لازم يكون متخصصين من قسم الارشاد النفسي او علم النفس، وممكن تكون في عندك حالات متطوره جدا فهي بحاجه لطبيب نفسي ومعالج نفسي. الحمد لله نحن موجوده في كوادر عم تقدم هاي الخدمات. بدي اشكر كمان اكيد الشركاء العاملين دائما اللي هن كمان عم بيقدموا خدماتهم، جزء كثير كبير منهم نحن ذكرناهم، ان كانت الامانه السوريه للتنميه او التربل اس دي، اضافه الى جمعيه نور للاغاثه والتنميه، جمعيه الشباب الخيريه اللي هن فعلا حاضرين، جمعيه الاحسان،
جمعيات كثير عم تقدم هاي الخدمات. جميع الجمعيات فعلا حقيقة بكوادر مدربة، وأنا بعرفهم هذا الكلام لأنه نحن لمسنا هذا الموضوع. مستمرين إن شاء الله إذا أراد، رح يكون ابتداء من الأسبوع القادم رح يكون في تدخل يعني أكثر تنظيما. يعني نحن اليوم دخلنا كجمعية من كوادرنا، من مثل ما بسموها من الفزعة، لأننا نحن نقدم هاي الخدمات. لا، رح يصير الموضوع إن شاء الله إذا أراد بالتعاون التنظيم مع منظمة دولية بمشروع منظم لمدة سنة كاملة ليقدم خدماته للدعم النفسي ودراسة الحالة والإسعاف النفسي الأولي، إضافة إلى موضوع السلة الصحية اللي ممكن تقدم للعائلات. إن شاء الله إذا أراد رح يكون هذا في مطلع يعني خلال 10 أيام أو 15 يوم القادمة. طيب كمان اليوم خلينا نوضح شغلة أستاذ محمود، جمعية الشبابية السورية للتنمية بالأوقات العادية تعنى بالشباب بشكل مستمر من خلال مشاريعهم، خلال أفكارهم، خلال كتير تفاصيل رصدناها سابقا. اليوم قديه مهم كمان تهيئة الشباب للأزمات، لإدارة الأزمات. يعني اليوم نحن ما بدنا ننتظر بس شو ممكن يتقدم من دعم حكومي أو شو ممكن يتقدم من جهات رسمية تتلقف المشكلة. نحن شفنا الجزء المجتمعي والمجتمع المحلي بالذات بيكون له دور أكبر على الأرض، وخصوصا المتواجد. يعني نحن بأول ساعة أو ساعتين الأهالي كانوا عم بيساعدوا رجال الأطفاء ورجال الدفاع المدني بحلب وبغيرها من المناطق، لعدم قدرة هاي الفرق أساسا ولا عددا ولا حجما ولا أدواتا أنه هي تكون متواجدة بكل أماكن الكارثة. فقدمهم نشتغل على الشباب بمفهوم إدارة الأزمة. كتير مهم هذا الكلام. اليوم نحن كان اليوم أثبت الشباب السوري أنه هو شباب واعي، هو شباب مسؤول من خلال الفرق التطوعية الشبابية اللي هي راحت بادرت من نفسها. يعني هي الفرق، نحن خلينا نقول أنا استضفت أنا لحالي كجمعية في عندي 6 فرق تطوعية، أنا هي كانت محتضنة من 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 جمعيتنا، هن لحالهم وبمبادرة فردية طلعوا على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقدموا طلبات لأنه نحن بدنا نقدم. فنحن خلينا نقول انه نحن لازم نستغل هذا الموضوع، والله هو نحن لازم نستغل هذا الموضوع، ولازم اذا بدنا نشتغل على شيء حقيقي. وانا قدمت مقترح بهذا الخصوص بصراحه لعدد من المؤسسات من وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل والاتحاد الوطني لتربيه سوريا اللي هو موطن الشباب السوري. صحيح. انه نحن اليوم بهي الفرق نحن بالشباب لازم من هلا يكون دائما في عندنا فرق مستعدة وبشكل دوري. يعني اليوم أنا دائما كل سنة لازم خرج دفعة من فرق الكوارث، ولازم يكون في عندي وبكل جامعة وبكل فرق جامعة على مستوى صعيد فروع الجامعات كلياتها، لازم يكون دائما في عندي فرق إسعاف طبي أولي. تمام، لو كانت هاي الفرق موجودة كانت هلأ هي موجودة بمراكز الإيواء قاعدة عم تشتغل. لو كان في عندي فرق كوارث كان ما بدي أقول عم تساهم، ولكن كان عم أقول يعني بدي أقول يعني كانت موجودة، كانت شالت كتف خلينا نقول. فاليوم نحن كونه أنه هي الأزمة جديدة، أنا ما عم حمل حدا المسؤولية، بالعكس نحن كلياتنا جديد يعني جداد علينا هي الأزمة، ولكن خلينا ناخذ الإجراءات، نحن ندرب فرق، نحن نجهز هذا الموضوع كمان. وهذا الشيء حقيقة رح يصير. كمان تقدم مقترح لمحافظة ريف دمشق بتفعيل هذا الدور وإنشاء فرق تطوعية تكون جاهزة دائما، إن كانت فرق كوارث ولا كانت فرق إسعاف طبي أولي، لا دائما تكون هي فرق رديفة حاضرة لإدارة الأزمات لهذا الشيء من الأزمات. الله لا يعيدها يا رب. الله لا يعيدها. نتمنى أكيد السلامة لكل الناس، نتمنى أكيد الشفاء العاجل لجميع الجرحى وخالص العزاء لجميع أهالي الضحايا. بنشكرك بالختام، نشكر كل الجمعيات اليوم اللي موجودة على الأرض، فعليا مجهود جبار عم يقوموا فيه كل الجمعيات، عم تحاول تكون موجودة على الأرض، عم تشبك مع جميع القطاعات والمؤسسات، لأنه أساسا حجم الكارثة كتير كبير، عدد المتضررين كتير كبير. يعني في فعليا مسؤولية كتير كبيرة على جميع القطاعات إن كان خاص ولا عام. نشكرك أكيد. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. الله يرحم يعني عن جد كل مين توفى، كل الشهداء، والشفاء للجرحى، لأنه يا رب. يعني ويا رب هيك الله لا يعيد هاي الأزمة علينا. آمين يا رب. شكرا كتير لك أستاذ. شكرا لكم، يعطيكم.